السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم مرحبا بکم الجمیع. آج کی ویڈیو میں سورۃ البینہ پڑھیں گے. 8 ورسز ہیں, 8 آیات ہیں, ایک رکوع ہے. سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے, جزاک اللہ خیرا. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البینہ وی تجوید ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد. اس میم کو اس چھوٹی میم سے ملائیں گے, ٹھیک ہے؟ نون سائلنٹ ہے. إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا مد ہے اس لیے لمبا کریں گے. وما أمروا إلا ليعبدوا الله دال کو ملائیں گے لام سے, واو سائلنٹ ہے, اور دے اللہ کا نام جو ہے اس کو پر پڑھیں گے. ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لام کو ملائیں گے صوت سے جوائن لام اٹ صوت واو سائلنٹ اینڈ 12 سائلنٹ لام سائلنٹ رائٹ وعامل الصالحات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم ٹھیک ہے یہ حمزہ ہے واو سائلنٹ ہے جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن فار واچنگ. آپ کا بہت شکریہ اور آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, جن کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.